مبادرة إنسانية جديدة تكشف عن قدر كبير من التكافل الاجتماعي بين العراقيين الذين لم تهزمهم الحروب ولم تغير من التزاماتهم الأزمات والكوارث التي لاقوها وما زالوا منذ الاحتلال الأمريكي. وجبات مجانية للفقراء يقدمها مطعم أسس خصيصاً لهذا الغرض في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين بتمويل من بعض المتبرعين الميسورين، إذ يقدم المطعم 600 وجبة طعام كل يوم للعمال الكادحين وللأسر الفقيرة في المدينة. الشعب العراقي منذ أقدم العصور اشتهر بكرمه واشتهر بضيافته واشتهر بحسن معاملة الضيف، وننطلق من قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ويطعمون الطعام على حبه. احنا نطعم الطعام على حب الله سبحانه وتعالى لكل الفئات. بدأ المشروع بجهد فردي لتقديم وجبات الفطور للعمال، ثم ما لبث أن اكتسب الدعم من الخيرين في سامراء لتتحول وجبات الفطور إلى غداء، وليشارك المتطوعون بتوصيل الوجبات إلى الأسر الفقيرة في بيوتها، ليصبح مشروع المطعم رمزاً لكرم العراقيين وتكافلهم فيما بينهم. كل حسب موقعه وكل حسب قدرته، منهم متبرع مالي وآخر بجهده البدني وآخر بجهد فني، وأنا بصفتي شيف ومدرب دولي في هذا المجال تبرعت وجئت إلى هذا المكان لكي أقدم الخدمة لأبناء هذه المدينة وتدريب الكادر المتواجد في هذا المطبخ وتهيئه لكي أقدم أفضل الوجبات للفقراء والمحتاجين، ومن الله التوفيق. المواطنون في سامراء يرون في المشروع بداية جيدة لمشاريع أخرى مماثلة ترفع العبء عن كاهل المحتاجين، داعين الأغنياء إلى المشاركة الفاعلة لدعم الطبقات الفقيرة. ونطلب من كل الزناقين أن يدعون هذا المطعم حتى يقدر يساعد العوائل والعمال. العامل الأحسن ما يروح البيت وهو ما عنده حالته ما ساعد يتغدى من هذا المطعم. بارك الله بي وكل من ساهم بمساعدته. المشروع يكشف كذلك عن المجهود الشعبي الذاتي لملء الفراغ الذي خلفه غياب الحكومات عن القيام بدورها في رعاية الشعب بكل طبقاته الاجتماعية في ظل نخبة سياسية لا تطل بوجهها إلا في مواسم الانتخابات.